بسم الله الرحمن الرحيم. تشرفت دولة قطر بالفوز باستضافة كأس العالم 2022، والآن مضي تقريبا 9 سنوات. دولة قطر مشت ولله الحمد في إعمار أو إنشاء 8 ملاعب، ومثل ما رأينا في الخلف الشعار يرمز إلى رقم 8 والشال العربي كذلك. فالملعب رقم 8 يدل على الملاعب الثمانية، أنجز منها لله الحمد تقريبا 80%. ودولة قطر تدعو جميع العرب للمونديال 2022 الذي هو مونديال جميع العرب وليس لدولة قطر. شكرا لكم.